السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن الأول لكتشر من الباثولوجي، Pathology of the Penis and Scrotum and Epididymis. طيب، هذا الـ Learning Outcome. أول شيء هذا سلايد زيادة قالها الدكتور، بس احنا عارفينها من أول من الـ Urinary، إن الـ Penile Condition الـ Congenital Conditions يكون في عند Hypospadias و Epispadias. Hypospadias يعني الفتحة حقت اليوريثرا راح تكون تحت بالشافت من الفنترال بارت، والابيسبيديس راح تكون فوق بالدورزم اللي هو الفوق بالشافت حق البينس فوق. هذه اليوريثرا، فتحة اليوريثرا. بس بعدين نجي للانفلاماتوري كونديشنز. عندنا بلانايتس، يعني ايش؟ يعني انفلاميشن في الجلاند بينس. بلانوبوستيايتس يعني انفلاميشن بالاوفرلايننج بروسكيجرز او الفور سكن، اللي هو السكن الزايد اللي يجي بالبينس اللي كفر الجلاند بينس. الكوزيتيف ايجنتس الكانديدا البيكان، السيفالوس، الهيرب سمبلكس، البيوجينيك بكتيريا مثل ستيفالوكوكس والستريبتوكوكاي، وفيها أشياء ثانية، وكلها عبارة عن إيش؟ sexually transmitted diseases. طيب بعدين نجي لل predisposing factors اللي هي pure eugene، role of sigma وال sigma وال شو اسمه عن circumcised males اللي هم ما سووا تطهير زي ما نسميه حنا، واللي ختان. طيب الكلينيكال فيتشرز زي ما احنا شايفين راح نشوف بين اند اريتيشن، اريدميا وريدنس والسريتنج زي ما احنا شايفين، ونديوز وايش، ويصير في ديسشارج اللي هي بس يطلع بس. الكومبليكيشن ان فيموسيس وبارافيموسيس. فيموسيس اللي هو سكن ما يرجع ورا، تمام، سكن حق الزايد هذا الفور سكن او بريسوسس مدري يسمونه، ما يرجع ورا، ففيلير تو ريتراكت ذا فور سكن اوفر ذا جلاند فيصير عندي فايبروسس او دو تو فايبروسس، فسكن يكون خلاص مقفل على الجلاند بينس ما تطلع، او يصير فيه بارافيموسس اللي هي ايش، انه يرجع ورا فما ما يقدم او انه ما يتحرك، فيرجع ورا ويثبت يعلق ورا، كانك لما ترفع كم الثوب او كم حاجه لين كذا منطقه من المناطق يعلق في يدك، كل ما كان اضيق كل ما كان يضيق اكثر، فهذا مع الوقت اذا ما صار له ما يعني ما انحل وما انفكت هذه العقده زي ما انتم شايفين هنا، خلال 3 ساعات راح يصير اظن شو اسمه، هذه emergency وراح يصير maybe loss of the penis كامل. طيب فهي failure to return ما ترجع of the retract foreskin to the normal، فهذه حالة emergency. طيب tumors of the penis عندنا benign tumor اسمها candyloma acuminata، candyloma acuminata عندنا type of هربس سيمبلكس فيروس تسببها، او اللي هي اسمها الثاني اللي هي جينيتال وارتس اللي هي تيجي مثل الثالول يسمونها او الثاليل زي هذا كذا، بعض الاحيان تطلع باليد او زي هذا اللي بالصورة هذه. طيب caused by low risk herpes virus او الـ human papilloma virus type 6 و11، هذولي يسووا لي ايش، البيناين تيومر اللي هي كانديلوما اكيومناتا. كلينيكالي راح يصير في ايش، بابلاري بروجكشن زي ما احنا شايفين هنا، بابلاري خارجي كذا طالع لبرا بارز لبرا. الهيستولوجي راح اشوف كيلوسايتوسس اللي هي زي ما احنا شايفين هنا، خلايا كانها فاضيه هي امتي لوكينج سيلز، ونو اتيبيا ما في اللي هي الكاركترستيك حقت المالجننت اللي هي بوليمورفيزم هايبر كروماتيزم ريشيو حق السيتوبلازم والميتوسيس. طيب فهذا البناين تيومر، ونركز على التايبس
لأنها مهمة جدا. المالجننت اللي هي سكوموس سيل كارسينوما related to infection by high risk of human papilloma virus type 16, 18 و 31 و 45. هذه مهمة الأرقام نحفظها. طيب ال pathogenesis of the human papilloma virus كيف تسبب لي هذا؟ هي عندها بس كذا من جنرال نتكلم انه عندها بروتينين. طيب وحنا عندنا شو اسمه زي ما نقول انزيمات او بروتينات تسوي سبرس للخلايا اللي تتكاثر او تمسكها وما تخليها تتكاثر بشكل سريع، فهي تسوي سبريشن للخلايا ثانية عشان او خلايا سرطانية او كذا. طيب فهي عندها بروتينين يمسكون السبريشنز دولة ويخليهم خلاص ما يمنعون التكاثر، فيصير ايش عندنا سل بروليفريشن كتير، وزي ما احنا عارفين ان السل بروليفريشن انها رول في كانسر، فيصير عندي كانسر. طيب فالباثوجينيسيس الهيومن بابلوما فايروس هو دي ان اي انكو فايروس، احنا عارفينها زي ما احنا عارفين بالمايكرو contains many onco proteins، فيها بروتينات كثيرة من ضمنها E6 و E7. طيب هذا produced by the H the human papilloma virus. It's infect the basal layer and integrates with the host genome. هي تدخل في basal layer وتدخل مع الجينوم حق الخلية الهوست وتبدأ تتكاثر هي. فال E6 ترتبط مع البي 53 and inactivated، توقفها البي 53 والار بي اللي هي ريترون بلاستوما ريتروبلاستوما ريتينوبلاستوما دولة اميون سبرسنت، يمسكون الخلية تتكاثر بسرعة ويوقفونها، يمسكون الخلايا السرطانية ويوقفونها، يمسكون الفيروسات تتكاثر بسرعة ويوقفونها. ده وش يسوي؟ يمسك الاي 6 يمسك البي 53 ويطفيه، والاي 7 يمسك الار بي ويطفيه، فايش يصير عندي لوس اوف انكو سبرسيف فانكشن، فنفقد الوظيفه هذه. فايش الناتج منها؟ ينتج منها سيل بروليفريشن وكانسر ديفلوبمنت. فيرست كوز اوف ديسبلازيا ان سوتو ذن انفيزيف اوفر ذا تايم، راح يصير انفيزيف. طيب هذا البيزمنت ممبرين، هذا النورمال كارسينوما ان سوتو، هذا اول شيء يسويه، بعدين مع الوقت يصير انفيزيف كارسينوما ويخترق الايش البيزمنت ممبرين. طيب بعدين عندنا المالجننت ان سكواموس سيل كارسينوما ان سوتو واسمها بوين ديزيز، هذا نون انفيزيف يعني ما يخترق البيزمنت ممبرين. كلينيكالي او جروسلي راح اشوف سوليتري بلوك on the shaft of the penis وراح اشوف redness nodules زي ما احنا شايفين هنا. طيب هذا grossly او clinically. الهستولوجيكالي او الميكروسكوبك بيكتشر تبعتها زي ما احنا عارفين انه راح نلقى شو اسمه endodermal dysplastic cells اللي هي بوليمورفيزم هايبركروماتيزم الى اخره، و loss of normal maturation. loss of normal maturation بالعادة الخلايا حقت شو اسمه الخلايا الموجودة هنا بالشافت بالبينس راح تكون عبارة عن خلايا صغيرة وكل شوي تكبر تكبر بالحجم vary in size، يعني تختلف من مكان لمكان، وهذا الطبيعي هذا نورمالي. لما يصير عنده سكوامس سيل كارسينوما ان سوتو راح النون انفيزيف راح نلقى عنده لوز اوف نورمال ماتوريشن، التقسيم حقته ذي تختلف فتكون كلها حجم واحد فيري سمول غالبا، ونو سترومال انفيزيف ما فيه انفيزيف للبيزمنت ممبرين. تمام. اما اذا تكلمنا عن الانفيزيف سكوامس سيل كارسينوما هذه رير، تكون في الكبار بالعمر والسمر واللي ما يختنون اللي هي uncircumcised males، فعشان كذا شو اسمه فهي نادرة عند غالبية شو اسمه المسلمين. طيب الريسك فاكتور الانفكشن with the human papilloma virus type 16 و 18. طيب smoking
فايموسز اور اند ايش بور هايجين. طيب فايموسز اور بور هايجين. طيب كلينيكالي ايش راح اشوف؟ راح اشوف بالسايت جلاند بينس والايش والليفور سكن اللي هي بروبوس، وراح اشوف التيومر هذا راح القاه جراي كروستد وبابلري ليجن. طيب اللي هي فانجيتنج زي كانها كذا بروجكشن. الهيستولوجي يوجوالي كارتنايزد سكون سيل كارسينوما. طيب هذا يوجوالي زي ما احنا شايفين هنا فيه ايست ودخلها ايش كرياتين، وراح القى فريوكس اللي هي فيرنت اللي هي نن هيموبابلوما ريليتد، هذا يعني ما له دخل بالبابلوما ريليتد بالبابلوما بالهيموبابلوما فيروس، يمكن بسبب اي حاجه ثانيه اللي هي الاسباب الاخرى سموكينج فيموسز اند بيورو هيوجين. طيب هذا ايش يكون شكله؟ يكون شكله زي ما احنا شايفين هيك زي كذا بابلاري بروجكشن. طيب اللي هي هذه الكلمة اللي هي فيريكوس فارين فارينت. طيب ال ابيديدمو اوريكايتس، الآن راح نتكلم عن الابيديدمس والتستس. الابيديدمو الابيديدمايتس يعني انفلميشن في الابيديدمس، اوريكايتس يعني انفلميشن في التستس. ان يانجرز في الناس الصغيرة راح يكون غالبا sexual transmitted infection secondary to sexual transmitted infection، في ال older people في ال urinary tract infection. فلما نتكلم عن ال urinary tract infection يجيب بالنا مين؟ ال E. coli. تمام. اما يكون viral infection مثل المامبس وال Epstein Barr Epstein Barr virus، ال بايوجينيك بكتيريا مثل الايكولاي ستاف وستريبتو، سيكشوال ترانزميتد زي ما احنا قلنا اللي هي نسيريا والكلاميديا والسيفالس والهيومن بابيلوما فيروس برضه. الاذرز مثل التبركلوسز ودراج اند كيميكالز. طيب راح نتكلم عن بعض هذه الاشياء. اول شيء راح نتكلم عن المامبس كلينيكالي. كلينيكال فيتشرز حقت المامبس اوريكايتس راح نلقاها في الادلت سكن والادلت. طيب يوجوالي يونيلاترال. طيب اذا قلنا يونيلاترال سولوينج بين وتندرنس، سولوينج وبين وتندرنس. لما نسوي له ال بريهانس ساين اذا كان عنده بوزيتيف اللي هو كيف طريقته، نمسك السكروتوم ونرفعها فوق. لما نرفع سكروتن فوق البين يقل، فعلى طول نعرف ان عنده ايش منبس اوركايتس. طيب والسكروتم راح نلقاها زي ما احنا شايفين بالصورة اريدميا يعني لونها احمر وفيها اديمة. طيب فعرفنا انها يوجوال يونيلاترال اذا سوينا اللي هي بريهانس ساين او بريهان تيست، راح اذا كان بوزيتيف على طول اعرف انه ايش انه منبس اوركايتس، والسكروتل دائما يكون لونه احمر وفيها اديمة. pathological features of acute mumbus orchitis زي ما احنا عارفين دائما شو اسمه في الاكيوت راح نلقى اديمة congestion، راح نلقى lymphocytes and plasma cells. طيب lymphocytes and plasma cells هذه المرة الاولى اللي شفنا فيها lymphocytes و plasma cells مع بعض، راح نشوفها برضو بمكان اخر. راح يصير فيه نكروسس لوس اوف سيمينيفرس ابيثيليوم والتيوبولر اتروفي اند فايبروسس. طيب التي بي، التي بي اوركايتس اللي بسبب التي بي ستارت از بالابيديدموس وتنتهي في الايش في الاوركايتس ابيديدمويتس وتنتهي في ايش اوركايتس. جروسلي راح اشوف ايش كيسوس نكروسس مثل التشيز. طيب وهستولوجي راح اشوف ايش جرانيولوما. طيب كولكشن اوف انفلاماتوري سيلز. طيب الكوز اوف ذا سكروتوم سكولينج اما يكون اكيوت او كرونيك،
acute painful chronic painless. اما يكون في سبب scrotum skin condition، يكون مشكلة بالسكن اما tumor او infection، او يكون هيرنيا طالع على الانتستين من الانجوينال كانال وقفلت الدنيا، او التستكلر كوز اما يصير في تيومر بالتستس، انفكشن من مثل الاي اوركايتس، والتستكلر تورشس. طيب التستكلر تورشس، طيب المصطلحات لازم نعرفها، اللي هي هيدروسيل اللي هي فلويد within the tunica vaginalis، هيماتوسيل اللي هي blood within the tunica vaginalis، كايوسيل اللي هي lymphatic fluid within the tunica vaginalis، والفريكس اللي هي زي ما احنا عارفين البامب بيفور يصير له ايش يتقفل dilated venous of the pump form flux. طيب هنا هذه انواعها، هذه لما نجي للهيدروسيل، اذا قال لك مريض جاء ومعاه كذا وكذا 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 وسوينا له فحص في الايش الترانسليومينيشن تيست، ترانسليومينيشن تيست غالبا ما نستعمله الا وقت الايش الهيدروسيل، ففلويد وذن ذا تينيكا فاجينالس الهيدروسيل، فيريكوس زي ما احنا عارفين البامبي فور بلكس فينس بلكس يكون دايليتد، او اسمه الثاني اللي هي باج اوف وورمز. طيب كان كوز ايش انفلتريتي، يمكن يسبب عقم. التستيكال تورشس اللي هي تويستنج للكورد، يلف كذا الكورد ويقفل زي ما احنا شايفين هنا، هذه هي فوق. طيب leading to ischemia necrosis وsurgical emergency، لازم يسوون عملية خلال أقل من 3 ساعات، إذا عدت 3 ساعات غالبية راح يصير في إيش loss of the testis. طيب وهذا سؤال، وهذا شكرا لكم.